السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم من قناة حسن فراج. نزلنا النهاردة إن شاء الله لنعمل مسابقة. المسابقة دي مسابقة حقيقية، اللي يجاوب على أي سؤال هياخد 20 جنيه من العشرينات دي. مسابقة حقيقية. طبعا أنت هتقول هو لابس ليكي. طبعا الجماعة استعجلوني وأنا جاي من الزرع وبتاع، فجيت مستعجل على طول زي ما أنا بهدوم الشغل زي ما بيقولوا. وإن شاء الله نسأل أول المتسابق الأول عن نوع السؤال يعني اللي هجاوب عليه. معانا نسأل حضرتك اسمك إيه؟ طب هنقول لك سؤال، لو عرفت تاخد 20 جنيه ايه نوع السيارة دي؟ فكر فيها، بص فيها حلو. ايه دي؟ فكر فيها حلو. انت ما تكرش لما تفكر. ايه فكر شفت عشان هي ما عرفش الوضع الرهلك. قلت لا نسيت بابا. فكر فيها حلو. افتح لي يا بابا. دي اسمها مش غريبة عليا. وانت ممكن اخد واحدة معايا. خد واحدة وشوف. مبروك العشرين جنيه عليك. مبروك العشرين جنيه عليك. اتفضل. طبعا زي ما انت شفت المتسابق الاول قاعد يشاهد ويعرف ويشوف وعرف سبحان الله، وفكر وكرش في راسه وعرف. ونسال المتسابق الثاني، تعرف باسمك؟ جعيد. بص يا حاج جعيد، هنوريك حاجه، لو عرفتها هتاخد 20 جنيه حقيقيه. تعال كده 20 جنيه. معاك علي. ايه نوع السياره؟ عنبه ولا لا؟ استنى دي مش عنبه، دي هقول لك. فكر براحتك، فكر براحتك. دقيقة طيب، مالك؟ فكر. يا رب اسمه ايه؟ استنى ما تستعجلش. فكر براحتك، في مسجين تاني. ماشي يا عم. يا معاك كام؟ 20 جنيه يا حبيبي. تديني ال 40 واقول لك على اسمها الوقت. لا 20 بس. هي المسابقة 20 جنيه. طب اصبر لما افكر. فكر براحتك. دي مش وردة. انا مش مديك وردة، انا مش محبك، انا بقول لك دي مسابقة. جاية طيب. طب هات ال 20 جنيه. لا لما تقولها الاول. توتي. مبروك عليك ال 20 جنيه. مبروك عليك ال 20 جنيه. وطبعا زي ما شفنا المتسابق الثاني قاعد يفكر برضه، زي ما انت عارفين الصعايدة مخهم شغال، وعرف وخد ال 20 جنيه، عرف السؤال. واخر 20 جنيه في المسابقة، وهنسأل الحاج اسمك ايه؟ ده ايه نظام دي؟ احنا عاملين مسابقه، احنا من قناه حسن فراج وعاملين مسابقه، اللي هتجاوب على السؤال هتاخد 20 جنيه حقيقيه. هي اخر 20. 20 بس؟ ايوه اخر 20 جنيه. ما في متسابقين تاني كل واحد خد منهم 20. طب ما تشوف لنا حاجه اكتر يعني، خليها 120 200 700. هي على قد بس المخرج ما مديني، هي 20 جنيه. ده مخرج جعان يقرا. ما المخرج على قد كده مديني يعني. المهم اقول السؤال. السؤال ده جاوب بعض الناس عليه وفي ناس ما عرفتوش. لا ان شاء الله هنعرف. السؤال لما يقول عالم، لا انت مش دعوه. في عالم طلع الفضاء فوق يعني. طلع الفضاء فوق. بعد ما طلع نزل تاني؟ هو طلع في وكاله اسمها وكاله ناسا، فياسا حاجه زي كده. وناسا عدد النجوم. المهم انا عاوزك تزور عدد النجوم. 150 260 ينفع؟ 700 مليون 59؟ لا مليار الا ربع. امال ايه؟ فكر تاني. فكرت. فكر تاني. لف في مخك. لفت بعين. فكر. قول عدد. كده ما كسبتش يعني. لا. طب ما تديني ال 20 جنيه واضحك على المخرج وقول له ان انا كسبت. لا. ان النجوم اصلا ما لهاش عدد. اقول لك سؤال تاني. الاسفلت اللي بحرينا ده، بص عليه حضرتك كده، في عربيه عدت من 10 سنين عليه. هل هي بثلاث كوتشات، باربع كوتشات، بست كوتشات؟ بست. برافو عليك، اجابه خطا. ليه كده؟ ما كانتش بست. خطا ايه وبتاع ايه؟ ما كانتش بست. هات ال 20 جنيه ده بدبك بالسيف وبطنك. يلا اتكل على الله من هنا بلا مسابقات بلا بتاع. يا عم ال 20 جنيه لسه. اتكل على الله من هنا بلا مسابقه بلا بتاع. يلا اتفضل عليا. هو بقى يلا اتكل على الله من هنا.
قدم في البرنامج ان انا كسبت. يلا وانتهت حلقتنا وفاز المتسابقين الاولانيين وخدوا كل واحد 20 جنيه. كان معكم مصطفى فتحي والاستاذ اللي جاوب ده الحاج اللي جاوب ده جاوب صح. خلي بالك جاوب صح. ايوه صح جاوب صح. صح. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معكم مصطفى فتحي من قناه حسن فراج. وقبل ما ننهي الفيديو يا ريت تبتدي بلايك وتنزل في القناه تشترك. ايوه انا كسبت 20 جنيه وهروح اشتري جرار. يا انا حرت الزرعه لما نعزق فيها دي ان شاء الله نشتري جرار ونحرتها. 20 جنيه حقيقيه. اطول اصبر يابا عشان البلطه تجي. يابا استنى كسبتها في ايه؟ هذه الفلوس اللي معاك دي؟ لا دي ورقه. ورقه. طلع هذه الفلوس اللي معاك يا طلع هذه الفلوس يا هات التليفون ده كمان. لا ده اصلاح ابيض اكب رقبتك بيه. اثبت مكان. اخيرا كسبت 20 جنيه. اخيرا ده انا اجيب بها هذا. ترى اجيب بها لعب. يا هذا اللي قاعد يا هذا الفلوس اللي هات هذا الفلوس دي يا شوف انت بتحكي هات هذا الفلوس يا مش هجيب فلوس. معايا السلاح لو كنت في رقبتك يا خد ال 20 جنيه. خد يلا خد يا عمي منك بالله هات السلاح خلاص.